السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة فيديو جديد عن طريقة الحفرة بالخشب للمبتدئين خطوة بخطوة. دي حط الخشب قدامنا صغيرة زي ما انتم شايفين، وجبنا برضك ده اسمه ازميل، بنلف بالحروف من برا، بنلفها كلها كده من برا لفة حلوة كده زي ما انتم شايفين، كويس زي ما انتم شايفين كده بالظبط. مش بناخدها كلها، ايه نظبطها كلها شكل، يعني تكون كلها يعني ايه بمستوى واحد عشان تدينا شكل حلو في الاخر يعني. تمام ماشي، هناخد بقى حتت صنفرة بقى، ايه نصنفر بقى الحروف ديت. تمام زي ما انتم شايفين كده نظبط بيها بقى، نمسك بقى القلم وناخد فرع نعلم بقى ايه زي ما انتم شايفين كده اهوت. اظن واضحة قدامكم حاجة يعني مش صعبة يعني، زي ما انتم شايفين ناخد دوراناتنا مش وبعدين ناخد الخط التاني. تمام زي ما انتم شايفين كده نعمل بقى شكل تاني على شكل ورقة. تمام ودي شكل ورقة شجر زي ما انتم شايفين اهي. تمام الناحية التانية برضو كده ان شاء الله ناخد برضو ورقة. تمام ناخد برضو ورقة فوق تاني. تمام زي ما انتم شايفين كده، دي بقى ناخد ورقة تمسك الناحيتين الاتنين. دي يا جماعة للمبتدئين، دي بقى ايه المتلوتة على شكل سبعة، بناخد نفخر بقى الخطوط كلها زي ما انتم شايفين كده، بنمشي على الخطوط كلها بالأداة اللي معانا ديت. تمام ناخد بقى من الخطوط من جوه برضو، ادتنا شكل ورقة زي ما انتم شايفين، ونكمل بقى ايه كلها كده ايه بنفس الطريقة ديت، يعني حاجة بسيطة ما فيش فيها حاجة يعني. تمام ونلف برضو ديت كلها العلم اللي احنا معلمينه. تمام كده، ده يا جماعة فيديو للمبتدئين او اللي هما لسه عايزين يعرفوا ايه ازاي بس يتعاملوا بس بالعدة الاول زي ما انتم شايفين كده. تمام كده ناخد بقى الورقة ديت اللي على شكل زهرة. تمام كده عملنا ديت بقى، ده ازميل صغير مقاس اصغر شويه، بنشيل بقى ابوه حوالين الفراغ اللي احنا عملناه عشان يظهر كده قدامنا ويكون بارز. تمام وزي ما انتم شايفين يعني حاجه سهله خالص، مش صعبه يعني زي ما انتم شايفين كده. برضو ده ازميل اصغر شويه على حسب المقاسات برضو، يعني الحاجات اللي هي الواسعة الكبيرة دي تلاقي أزميل كبير بنجيب لها أزميل كبير، الحاجات اللي هي الضيقة أزميل صغير شوية. كل حاجة لها مقاساتها، إن شاء الله برضو هنعمل فيديو عن المقاسات كلها بإذن الله، وكل واستخدام كل أزميل وضفرة بتعمل ايه. تمام زي ما انتم شايفين كده، تمام بنشيل حواليها بدأت تظهر معانا اهيت زي ما انتم شايفين كده، ده شكل يعني في الاخر هيطلع شكل هيبقى ما شاء الله. تمام زي ما انتم شايفين كده اهوت،
ماشي تمام. بنشيل بقى، بنشيلها حوالينا كلها زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين بدأت تظهر معانا اهيت. ناخد برضو جديد برضو كناحية التانية برضو. ده يا جماعة الفيديو ده للمبتدئين اللي هما لسه او عايزين يتعلموا طريقة الحفرة على الخشب زي ما انتوا شايفين كده. حاجة يعني الطريقة سهلة خالص. نبدأ بقى ناخد لها خط بان جوه ايه زي ما انتوا شايفين كده. ايه دي يعني زي تجريح كده على الشكل، يديك شكل احسن يعني زي ما انتوا شايفين كده. الشكل جميل قدامنا اهوت تمام. ديت برضو ضفرة، بنظبط بقى الدوران بتاع البلية ديت، هي واضحة قدامكم اهيت تمام كده. بننضف حواليها تمام. ده الشكل كده بقى النهائي بتاعنا. حاجة يعني بسيطة خالص جدا اهيت. نبدأ بقى نصنفرها زي ما انتم شايفين بقى، شكل يعني تحفة، يعني شكل تحفة والله. يعني أدوات بسيطة، مش كتير يعني. زي ما انتم شايفين كده اهوت، ما شاء الله حاجة بقت يعني شكلها جميل جدا. هنسود شوية بس تمام كده. نشوف مصريين على الصنفرة. الصنفرة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة عملت ايه، خلت شكلها اجمل كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة واستفدتوا منه. هنبدأ بقى نشوف شكلها بقى على قريب. اه زي ما انتم شايفين حاجة ما شاء الله، ويعني الطريقة سهلة. اتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا معانا في القناة. وأي حد عاوز حاجة يا ريت يقول لي عليها ويكتبنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله نعملها في القناة. شكرا ليكم على المشاهدة.